يجب أن يكون هناك فرصة لإحياء السلام. مع كل ما يحدث لابد أن نستذكر أن السلام هو المنشد، والسلام هو هدفنا كعرب وكمسلمون. نحن ننادي بالسلام، الطرف الآخر هو من يتجنب الحديث عن السلام، وسنستمر في الحديث عن السلام والحديث عن قيام الدولتين وتحقيق الدولة الفلسطينية. وأتصور أن الزخم الموجود الآن سوف يسهم في دفع هذا الموضوع إلى مقدمة الأجندة الدولية، وقد رأينا في تصريحات المجتمع الدولي اتجاه لذلك، وهو ليس تكرما منهم لكنه استيعابا أن هذا هو الصح وهو هذا هو الحق وهذا هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة. فأنا واثق أن هناك نعم فرصة، ويجب أن يكون هناك فرصة. معنيك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.